الصبحيات اعطونا خبر انهم يضربون جبل شحشبه وضربوا بعربه وضربوا ترمله وماخذين الحظر. رحت فوت الاولاد، هلا ضربت فوت الاولاد على المغاره، عندنا مسافرين تحت الارض مغاره، فوت الاولاد طلعت وان ثلاث صواريخ علينا من طياره حربيه سوريه، ثلاث صواريخ ما صار. فوت الاولاد، جيت طلعت لورا الدار وان جانا الصاروخ. ايه الحمد لله، الشغل جرح وما جرح الحمد لله، انه بس انه ضرر بالبيوت وبالحلال وفي جرحى وفي صار بو كذا واحد جريح وانا بالضيعه، والحمد لله على سلام. الله يسلمك يا رب. الطيران السوري ما تركنا لولا دقيقه، يعني اكثر من 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 سبع ثمان غارات جويه اجت على المنطقه هاي، دير سنبل بعربه وترمله، وما جت غير بالمدنيين والحيوانات. مدنيين مصابه اصابتهم خطيره، اخذوهم على المشفى. والله لسه شهداء لسه ما بنعرف، يعني بو شيء اربعه خمسه مصابين واصابتهم يعني خطيره شوي، والله يفكهم ان شاء الله. حملة شرسة يشنها طيران العدوان الروسي وحليفه السوري منذ ساعات الفجر الأولى وحتى اللحظة، مخلفا إصابات وشهداء وجرحى في مختلف مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي تحت أنظار المجتمع الدولي. سيف العبدالله، أورينت نيوز، ريف حماة.